صباح الفل. النهاردة هنكمل الموضوع اللي بدأناه المحاضرة اللي فاتت. احنا بنتكلم الكورس اللي احنا هناخده في الترم ده، احنا هنتكلم على هنغطي موضوع الاستاتيك دنسري، يعني ان انا الجزء اللي هو مختص بالاستاتيك في الاوبرتيف دنسري احنا هناخده في الترم ده. وزي ما قلت لكم ان ده موضوع مهم ليكم حتى في بعد كده ان شاء الله لما تخرجوا في البرايفت كلينك بتاعكم. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت على السمايل ديزاين وعرفناها، وقلنا عشان ان انا اعمل السمايل ديزاين لازم بعمل اناليسيز، وبعد كده بعمل يعني بعملها في تو ستيبس او سيكونس اوف obtaining the smile design. اول حاجة ان انا بعمل analysis، والاناليسز دي بتشمل الفيشيال اناليسز، الليبيال اناليسز، الجينجوال اناليسز and dental analysis. بعد كده المفروض ان انا بعمل design للنيو smile. يبقى التو ستيبس ان انا عملت دي الحاجات اللي قلناها، بعد كده انا ببدأ انفذ واعمل اللي هو بقول ديزاين النيو سمايل او ان انا بيرفورم النيو سمايل ديزاين. طيب علشان انا اتكلم عن الاستاتيك ما ينفعش اتكلم عن الاستاتيك وزاوت ان انا اعمل ديسكشن لللايتس. يبقى هتكلم النهارده على اللايت والفيزيكس بتاع اللايت، وهتكلم كمان على الكلر وازاي ان انا بعمل سيليكشن للبروبر او لكوريكت شيد جايد او السيليكشن اوف البروبر توث شيد جايد. هبدا اتكلم الاول على اللايت وعندي الفيزيكس اوف لايت. لازم اعرف ايه خصائص اللايت. اولا اللايت emitted from source of light، شيء طبيعي لازم بيطلع من source of light like the sun and electric bulb. يبقى هنا اهو بقول ان اللايت is emitted from light source as ال sun or electric bulb. طب ايه تاني؟ البلب بيبقى قصدي اللايت transmitted or radiate transversely in electromagnetic band او electromagnetic light band at speed about approximately about 300,000 كيلومتر per second. يعني اللايت بتسافر في موجات الكترومغناطيك بيبقى ترانسفيرزلي، والسرعه بتاعتها حوالي 300,000 كيلو في السكند. طيب اللايت بيتكون من لايت باند او بنقول مالتيبل باند، ات از فورمد اوف مالتيبل باند، ما بيبقاش باند واحده، لا ده مالتيبل باندز ورا بعضها. طيب الباندز دي اهي انا عندي الالكترو ماجنتيك باند زي ما احنا شايفين قدامنا، وان الويف لينث رينج او الويف رينج ان لينث الطول بتاعها بيبقى رينج فروم ذا شورتست اللي على الشمال the shortest wavelength اللي هي الانفراريد to the الالترافايلوت to the longest اللي هي في النهاية اللي هي اللي بنقول عليها الانفراريد، اللي هي قوس قزح زي ما انتم شايفين تحت. ان اللايت بيتراوح طول الموجة بتاعه من shortest اللي هي على الشمال اللي هي الالترافايلوت، ويفضل يكبر لحد ما يوصل في النهاية للانفراريد اللي هي على يمين الصورة. وزي ما احنا شايفين ان اللايت بنقول
ان هو ترانسميتد او راديات ان لايت باند، وان هو كمان بيبقى ترانسفيرز او ان هو بيبقى at approximately 300,000 كيلو متر. اهو بنقول ان ال various component of light band radiate in electromagnetic wave. قلنا ايه تاني؟ ان هي each component of light band. طب كل component of light band have two factors. اول حاجة او تو بارامترز، اللي هي اول حاجه اللي هي الويف لينث ان مليمتر، تاني حاجه اللي هي انرجي انتنسيتي بيرسنت. يبقى كل عنصر في اللايت باند ليه عنصرين، اللايت باند ليها عنصرين، اول حاجه اللي هي ليها سبيسيفيك ويف لينث ان مليمتر، تاني حاجه ان ليها انرجي انتنسيتي. الريليشنشيب بتوين السيرفيس ويف او السبيسيفيك ويف لينث مع الكورسبوندنج انرجي انتنسيتي اوف ايتش باند، ده هيديني السبيكترال ديستريبيوشن اوف اللايت، اللي هو بيعمل لي بيقول لي ده نوع اللايت اللي عندي ايه. يعني العلاقه بين الويف لينث مع الانرجي انتنسيتي اوف ايتش باند، ده اللي بيقول لي التايب اوف لايت اللي موجود عندي. تاني اهو بقول اولا الويف لينث احنا قلناها رينج ان لينث فروم الشورتست للونجست اللي هي الانفرا ريد. بعد كده بنقول ان الريلاتيف ريليشن شيب بتوين الويف لينث اللي قلناها اللي هم العنصرين اللي موجودين في كل اتش كومبوننت باند، بنقول مع each corresponding energy intensity of component and is known as spectral distribution and it is typical to the type of illumination. يبقى هنا ملخص الكلام اللي احنا قلناه، ان انا عندي ان اللايت emitted from a source of light زي الصن وزي الالكتريك بالب، وبتقول انت ان هو it radiates transversely at speed approximately of about approximately 300,000 كيلو in second. وقلنا ان هو radiate in electromagnetic band، وقلنا ان ال electromagnetic band بتبدأ من shortest الالترا فايلوت اللينس بتاع الويف لينس بيبقى شورتس في الالترا فايلوت لحد ما بيوصل لللونجست في الانفرا ريد. وقلنا اتش لايت باند هاف سبيسيفيك ويف لينس ان مليمتر اند الانرجي انتنسيتي بيرسنت. وقلنا ان الريليتيف relationship between اللي هو علاقة الاثنين مع بعض relative relationship of specific wavelength مع corresponding energy intensity، ده هيديني الcharacteristics أو typical type of light. يبقى العلاقة between ال wavelength مع ال energy intensity of each light band، ده بيديني اللي هي and it is typical to the type of illumination، بيحدد لي ال type of illumination. type of illumination اللي هو ال type of light، نوع اللايت اللي موجود عندي. طب انا عندي اللايت ده بيبقى راديات ان ستريت لاين ولا ان ريجولار لاين؟ لا ده بيبقى لايت باسز ان ستريت لاين، ودي مهمه قوي. ليه؟ لان اللايت لما باسز ان ستريت لاين
بيعمل لي شادوز. طب مش ايه فايه ايه قيمه الشادوز، او انا يهمني الشادوز ايه؟ لا، ده الشادوز ده بيعمل لي بيرسبشن للثيرد دايمنشن. يبقى انا اللايت لما بترافل في ستريت لاين ده مهم قوي عشان يعمل لي شادو للاوبجكت اللي عندي. طب الشادوز ده بيبقى مهم في ايه؟ انه بيستقبل لي الثيرد دايمنشن. انتوا عارفين الثيرد دايمنشنز اللي هو ايه؟ يعني الصوره بتاع الاوبجكت في عينيا تبقى مجسمه، يعني زي ما بنقول الاكس راي كان مشكلتها انها بتبقى بتعمل ديمونستريشن اوف الاوبجكت اللي قدامي ان تو دايمنشن. هنا الشادوز دي بتقسم لي الصوره اللي قدام، بتوضح، بتبقى مهمه قوي في الكوزموتيك ابييرنس لاي اوبجكت. فهنا بنقول ولذلك الشادوز كرييت ا بيرسبشن اوف ثيرد دايمنشن. طب الثيرد دايمنشن ده مهم ايه؟ ذا كونتريبيوت تو ايدنتيفيكيشن اوف ذا كونتورز اوف تيث اند ريستوريشن. بيوضح لي الكونتورز اوف، بيقسم لي الكونتور اوف التوث اند ريستوريشن، وده مهم قوي، which is a major parameter of natural cosmetic appearance. يبقى هنا النقطة اللي بتكلمها في اللايت، بقول اللايت travel in straight lines. الستريت لاينز دي مهمة ليه في ايه؟ انه ولذلك بيعمل لي perception for the third dimension. بيعمل لي الثيرد دايمنشن. طب الثيرد دايمنشن ده مهم ليه؟ لانه بيعمل لي ايدنتيفيكيشن للكونتور حدود اوف التوث اند ريستوريشن او اني اوبجكت. طب ده هيهمني في ايه؟ ده اللي هو ده which is a major parameter of cosmetic appearance. يبقى هنا قلنا اللايت باس ان ستريت لاين وذير فور كرييت الشادو. الشادو از فيري امبورتنت ان بيرسبشن اوف ثيرد دايمنشن. الثيرد دايمنشن ده مهم في ايه؟ ان هيعمل لي ايدنتيفيكيشن اوف فورم اوف كونتور اوف توث اند ريستوريشن، وده بارامتر مهم قوي في ان انا احصر على الناتشرال كوزموتيك ابييرنس. دي مقدمة لللايت. عندي حاجة مهمة قوي عايز اشوف ايه، ازاي العين بتستقبل اللايت، ازاي العين can distinguish the optical characteristics او الاوبتيكال كواليتي اوف اني اوبجكت. فهنا بقول when incident light falls in an object the light may be. يبقى انا عندي زي ما شايف في الصورة تحت اللايت نزلت على ان اوبجكت، ايه رد فعل الاوبجكت ليها عشان العين بتاعه تميزه؟ فانا هنا اللايت اهو فولز ان ان اوبجكت، جزء من اللايت ذا لايت مي بي، او اللايت هيبقى قدامه اول حاجه ان يحصل له ريفليكشن. يبقى اللايت ريفليكتد اول اكشن ان ممكن اللايت يحصل له ريفليكشن من السيرفيس اللي قدامي او من الاوبجكت اللي قدامي. طيب الريفليكشن اوف لايت ممكن يبقى منتظم regularly and the object appear shiny like a mirror. ده انا كل الاشعه نزلت على الاوبجكت ده، فالاوبجكت ده عمل regular reflection لللايت. يبقى ده في حالة ان انا عندي مراية، المراية دي نزل عليها الضوء، انعكس كل الضوء regularly، يبان انه shining بيلمع زي الميرور. طيب امال لو الضوء ده اللي نازل حصل له reflection لكن المرة دي ايه؟ بنقول diffusely. diffusely يعني غير منتظم. طب السطح اللي قدامي هي ايه؟ هيبان انه رف. يبقى diffused reflection causing the surface of the object to appear rough. يبقى ده اول reaction ان اللايت
يحصل له ريفليكشن من السيرفيس اوف ذا اوبجكت. وهنا هنقول ان هو لو حصل له ريفليكشن ريجولارلي يعني بانتظام, السيرفيس اوف ذا اوبجكت appear shining like a mirror, while if the light reflected diffusely, the causing the surface of the object to appear rough. دي أول حاجة. طب هل في reaction تاني؟ the light ممكن بدل ما يحصل له reflection يعمل penetration, يعمل transmission through the object. يبقى تاني حاجة ان اللايت ممكن زي ما احنا شايفين يعمل penetration او transmission through the object. طب هنا يحصل ايه؟ بنقول لو هيحصل البنتريشن او ترانسميشن regularly بانتظام, ده الاوبجكت ده هيبان as a transparent object. transparent object زي لوح الازاز اللي احنا بنحطه في الشبابيك, يبقى transparent object. طيب الاحتمال الثاني انه يحصل له rarefaction او ان هو هيحصل له, احنا قلنا الاول بيحصل له penetration regularly and بيبان transparent object, او ان هو اللايت هتبقى scattered, او اللايت يعني scattered يعني هتنتشر, مش هيحصل له penetration بانتظام, يعني هيحصل refraction انكسار او scattering للايت inside او diffused inside ال object, وده هيديني انطباع about the extent of translucency, لان ال scattering هنا بيبقى directly proportional to the index of refraction, يعني ال scattering اللي حصل ده بيبقى متوازي directly مع معامل الانكسار للمادة دي. فهنا بنقول اهو, بنقول ان هو transmitted regularly قلنا as in transparent object, لكن ممكن ان هو transmitted بيبقى diffusely او زي ما بقول scattered light which proportional directly to the refractive index, يعني بيبقى متناسب طرديا مع معامل انكسار الجسم اللي موجود ده, وده بيعمل لي determines الايه determines او determines translucency او the extent of translucency. يبقى اول واحد اللايت اللي حصل له ريفليكشن ده بيقول لي اللايت اما حصل له ريفليكشن هل الجسم ده have smooth surface او have rough surface, اما حصل له penetration او حصل له scattering ده بيديني ال extent of translucency. طب تالت نوع اللي هو بيحصل له absorption, والabsorption of light band ممكن ده اول حاجة لو حصل complete absorption لللايت band ده ال object appear black بيبان اسود, لو الجسم اللي عندي ده كان لونه حتى black ده معناها ايه؟ انه عمل absorption لall color light band. امال الجسم ساعات بيبان لون ازرق ولون اخضر ولون احمر ليه؟ لان هنا بيحصل partially reflected and partially absorbed, يعني اللايت باند بتقع على الجسم بيمتص جزء منها وبيعمل reflection للجزء الثاني, فالcolor light band بيبان الobject هنا looks colored. اخر حاجة اللي انا عايز افهمها, طب ليه بيبان ازرق وليه بيبان اخضر؟ لان الobject absorbs all color and reflects its own, ده بيمص كل الكلر وبيعكس اللون الخاص بيه فقط.
هنا في الابسوربد يا اما اللايت او الكالر لايت باند كومبليتلي ابسوربد اند الاوبجكت ابييرز بلاك، وايل ان اذر كيس بنقول ان الاوبجكت بارشلي ابسوربد اند بارشلي ريفلكتد اللايت، وبنقول ان الان اوبجكت ابسورب اول لايت او كالرد لايت باند اند ريفلكتس اتس اون. هنا انا بتكلم على الكرايتيريا اوف اللايت، وقلنا ازاي ان هو بيميز الاوبجكتس المختلفه، وهنطبقها بعد كده على الاسنان. بس لازم اعرف ان انا الانسيدنت لايت لما بنقول فول اون ان اوبجكت بارت اوف اللايت ويل بي ريفلكتد او اللايت ويل بي ريفلكتد فروم الاوتر سيرفيس للاوبجكت، وده لو حصل لها ريفلكشن ريجولارلي السيرفيس ابير سموث شايننج لايك ايميرور. لو الريفلكشن ده حصل ديفيوزلي ده هيبقى كوزنج ذا سيرفيس اوف ذا اوبجكت تو ابير رف. يبقى هنا الريفلكشن ورالي ان السطح هيبقى سموث يا يبقى رف. تاني احتمال ان بيحصل بينتريشن او ترانسميشن لللايت انسايد ذا اوبجكت، وهنا بنقول ان البنتريشن او اللايت بيحصل لها سكاترينج او بتبقى اول حاجه ان اللايت لو عملت كومبليت بنتريشن او البنتريشن ده كان ريجولارلي يعني كل الاشعه احترقت الاوبجكت اللي عندي، الاوبجكت هيبان ترانسبيرنت زي بقول لكم لوح الازاز اللي في الشباك اللي قدامنا ده. طيب تاني حاجه لو اللايت ترانسميتد ديفيوزلي او حصل لها سكاترينج انسايد الاوبجكت، ده بنقول ان السكاترينج ده بيبقى دايركتلي بروبورشنال تو ذا اندكس اوف ريفراكشن لمعدل الانكسار، بيبقى متناسب طرديا مع معامل الانكسار، وهنا بيحدد الايه الترانزليوسنسي اوف الايه الاوبجكت. يبقى تاني حاجه اللي هي لما يحصل ترانسميشن لللايت ده بيحدد لي خصائص ايه الترانسبيرنت اوبجكت، واللي هو بيبقى اللي بنقول ان هو بيحدد لي الترانزليوسنسي والترانسبيرنسي. يبقى ترانسبيرنسي وترانزليوسنسي الشفافيه واللي هو اللي موجود حدد لي الترانزليوسنسي والترانسبيرنسي. تمام اول واحد ده بيقول لي السموث ده حصل ريفلكشن السيرفيس بيبقى سموث او رف. تاني واحد ده بيقول لي هل هنا بيبقى ترانسليوسنسي ولا ترانسبيرنسي. تالت واحد اللي بيحدد لي الكالر اللي هو بيحصل ابسوربشن، حصل كومبليت ابسوربشن يبقى الاوبجكت حصل بارشالي انه حصل له بارشالي ريفلكتد اند بارشالي ابسوربد and the object looks colored. طب ازاي اللون بيبان؟ بنقول ان الاوبجكت absorbs all color and reflects its own، بيمص كل الكالر باند لكن بيعمل ريفليكشن فقط للاتس اون كالر، ولذلك الجسم بيبان ازرق او اخضر او احمر. دي بوجه عام خصائص اللايت. طبعا عايز اطبقها على الاسنان، اشوف وانا بعمل اكزامينيشن للاورال كافيتي هيكون الريسبوند بتاع اللايت مع التوس، وازاي العين بتقدر تميز اول حاجه السايز والفورم والسيرفيس تيكتشر والترانزليوسنسي اوف التوس، ازاي العين بتقدر تميز الكالر اوف التوس. فهنا
هنقول ان هي light and color perception. ازاي بنميز light and color perception؟ هنتكلم الاول على الميكانيزم of image perception. هتكلم على ازاي العين بتستقبل الصورة بتاع الاسنان، ما بقولش الكلر، الصورة بتاع الاسنان. هنطبق الكلام اللي احنا قلناه هنا على التوث استراكشر، وبنقول ان الهيومن اي هاف او هاز ايه اكستريم سنسيتيفيتي، حساسية عالية جدا تو ذا راديال لايت، and they can distinguish، ولذلك they can distinguish the optical quality of the teeth. طب الاوبتيكال كواليتي دي انكلودنج ايه؟ انكلودنج الكلر، الترانزليوسنس، التكتشر، والفورم اند سايز. يبقى اول ما نتكلم على الميكانيزم اوف ايمج بيرسبشن بتكلم على الهيومن اي، بقول ان هي هاف اكستريملي سنسيتيف، حساسه جدا لللايت اللي الانسيدنت لايت او الراديال لايت اللي هو ده. ولذلك العين بنقول ان هي بتقدر تعمل ديستينجوش، تميز الاوبتيكال كواليتيز اوف التيث، والاوبتيكال كواليتيز دي انكلودنج ايه؟ الكلر، الفور، السايز، الترانزليوسنسي، السيرفيس تكتشر. يبقى العين هتقدر تميز لي الخصائص دي. طب ازاي؟ فبقول لو انا عندي enough lighting او illumination is available the observing eye distinguish the optical quality of teeth. ازاي؟ by rays reflected from the teeth following a process اللي احنا قلناها of combined، بيحصل يا اما reflection او refraction and absorption and or بنعمل ايه اللي هي of illuminating incident rays. يعني هنا ملخصها ايه؟ ان العين بتقدر تميز الاوبتيكال كواليتيز اوف التوث لانها هاف اكستريم سنسيتيفيتي تو الاوبتيكال كرايتيريا اوف التوث اللي هي ايه؟ اللي هي ال color, translucency, الفورم، السايز، السيرفيس تكتشر. طيب بتميزها بايه؟ بتميزها اسالونا بالاسئله في الاخر يا اولاد. طيب بتميزها بايه يا اولاد؟ بتميزها بان هي بيحصل ان اللايت بتستريك ذا توث، اللايت بتخبط في التوث فبيحصل ريفليكشن لللايت، الريفليكشن لللايت دي بتروح للأوبزيرفر آر. طب هل بيحصل دايركت ريفليكشن لللايت؟ لا، ده ممكن دايركت ريفليكشن اوف لايت. انتوا معايا؟ الصوت واضح يا اولاد؟ حد يقول معايا؟ طيب الريفليكشن اوف لايت تمام بيحصل افتر ايه؟ كومبايند بروسيس، ده ما بيحصلش دايركت ريفليكشن، لا ده ممكن يحصل ريفليكشن، ممكن يحصل ريفراكشن اللي هو انكسار، ممكن يحصل ابزوربشن، بعد كده اللايت يحصل لها ريفليكشن للاي. طيب نفسر الكلام اللي احنا قلناه، بقول when incident light with specific spectral distribution، نوع معين من اللايت strikes the tooth، هيحصل ايه؟ portion of light، جزء من اللايت اللي جاء على السنة وحصل له ايه؟ reflection. بنقول جزء من اللايت reflect spontaneously على طول من السيرفس، هيعمل لي حاجه اسمها ايه؟ برايمري ريفليكشن، والبرايمري ريفليكشن ده ويل بي ريسبونسبل عشان يحدد لي ايه؟
for describing of form, size, surface texture and teeth. انا بطبق خصائص اللايت لوك على السنه. انا دكتور اسنان اهو وبكشف على السنه. ازاي اعرف خصائص الاسنان اللي قدامي؟ اول حاجه بنقول لو انا عندي افيلابل او عندي انف لايت. اللايت ده بيعمل ستريك التوث سيرفيس. بيحصل له ثلاث حاجات. اول حاجه يا اما جزء من اللايت بيحصل له ريفليكشن، وده بنقول ان الريفليكت سبونتينيوسلي فروم ذا سيرفيس. اول ما بيجي في السيرفيس بيحصل له ريفليكشن سبونتينيوسلي يعني immediately فروم ذا سيرفيس، يديني حاجه اسمها برايمري ريفليكشن. البرايمري ريفليكشن ده ويل بي ريسبونسبل على ايه؟ ريسبونسبل ان بيحدد لي للوهله الاولى كده، بشوف السن، بشوف حدودها، بشوف الفورم، بشوف السايز، بشوف السيرفيس تكتشر اوف توث. يبقى هنا اول جزء ان حصل لجزء من اللايت ريفليكت سبونتينيوسلي علشان ده يحدد لي السايز والفورم والسيرفيس تكتشر اوف توث. ده الجزء الاولاني وبسميها برايمري ريفليكشن. طيب الجزء الثاني هيحصل ايه؟ بنقول بارت برضو من اللايت، انذر بورشن اوف لايت هيعمل ايه؟ زي ما قلنا في الاول وزي ما قلنا على اي اوبجكت، ترانسميتد او سكاترد ثرو ذا توث وير ات اندرجو. هينزل بروسيس بقى اوف ريفراكشن، انكسار، انكسار جوه الجسم، سكاترنج انتشار جوه الجسم، اند ابزوربشن. يبقى بيعمل ثلاث حاجات، يا يعني اما بيحصل له انكسار وبعد كده انتشار سكاترنج اند ابزوربشن وامتصاص، فولوينج ويتش بعد كده هيعمل ات ريفليكت باك وبسميها سكندري ريفليكشن. يبقى السكندري ريفليكشن ده بيحصل افتر ما بيحصل ترانسميشن لللايت، بيحصل بينتريشن لللايت للاوبجكت، بيبقى اندرجو اي بروسيس اوف ريفراكشن انكسار وبعد كده انتشار سكاترينج اند ابزوربشن، بيتجمع بعد كده ويحصل له سكندري ريفليكشن. السكندري ريفليكشن ده هيبقى ريسبونسبل على ايه؟ ده هيروح للابزرفنج اي اند كاركترايز زي ما قلنا الاكستنت اوف ترانزليوسنسي اوف انامل. يبقى بيحدد الترانزليوسنسي او هل هذا الجسم ترانسبيرنس او ترانسلوسنت. ده الجزء الثاني. طيب الجزء الثالث اللي احنا كنا قلناه هنتكلم على الكلر، هتكلم على الابزوربشن. يبقى الجزء الثالث عندي ان الكلر او الكلر باند اوف ذا ريز باس تو دنتين. الدنتين هيعمل ايه؟ ابزوربس اول كلر باندز اند ريفليكت الريز تيبيكال اوف فور اتس كلر. يعني هيمتص كل الكلر باند اللي هي مش بتاعه وبيعمل الريفليكشن ل its own color. طيب هيتجمع ده ويعمل لي secondary reflection وده هيبقى responsible for the color of enamel and dentin. بنقول these rays are secondary reflected from enamel to observing eye characterized both enamel and dentin color. يبقى انا طبقت خصائص اللايت على التوث. نقول الحكايه من الاول، اقول ان انا بكشف على العيان عشان ما بعدش. ده عملت ركزت اللايت على التوث، حصل ريفليكشن فروم التوث سيرفيس على الاوبزرفنج اي، هيحصل ايه؟ اول حاجه بنقول بورشن اوف لايت ويل ريفليكتد سبونتينيوسلي ايميديتلي فروم ذا سيرفيس اند هتروح للاوبزرفر اي، ودي هتبقى describe the form with size with surface texture of tooth وبسميها primary reflection. تاني جزء second جزء part of light transmitted or penetrate the surface of the object and undergo a combined process of refraction انكسار scattering انتشار and absorption
after which بعد كده هيحصل secondary reflection. ال secondary reflection ده هيبقى responsible على ال extent of translucency of enamel. الجزء الثالث ده هيعمل penetration ويوصل للدنتين. الدنتين هيعمل absorption للall color bands and reflect its own color عشان يبان. هيبقى responsible for ايه؟ for the color of enamel and dentine of the tooth. دي اللي هي خصائص اللايف. استنوني دقيقتين بالظبط هجيب المحاضرة التانية اللي هي هنتكلم فيها على الكلر وازاي ان انا بعمل selection of shade guide وازاي ان انا بعمل correct selection للكلر of the tooth وانا بعمل اي appliances زي الكراون وزي البريدج وزي لو انا حتى بشتغل بعمل انلاي او بعمل static restoration زي class 3 و class 5 ازاي اختار الكمبوزيت اللي هو بيبقى compatible او يبقى simulated color of the tooth.